السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو لا يخص أي شرح تقني، ولكن هو فقط لتوضيح كيف قصتي أو حكايتي، كيف سرقت القناة وكيف قمت باسترجاعها. ربما سيكون الفيديو نوعا ما طويل، سأختصر قدر المستطاع. قبل ذلك اشترك في القناة ودعمنا باشتراك ولايك للفيديو، لأن القناة صفرية نوعا ما، لا يوجد لا نشاط فيها ولا شيء، كأنها بدأت من جديد. الآن ما سأتطرق له في الفيديو هو كيف سرقت القناة، ما الخطأ الذي ارتكبته، ثم كيف استرجعتها عبر التواصل مع الدعم الفني والخطوات المتبعة. كيف سرقت؟ كان خطأ مني أن هذا الويندوز كما تشاهدون غير مفعل، فقلت لما لا ألجأ إلى تلك الأدوات التي تستخدم في تفعيل الويندوز، معروفة للجميع. فبدأت البحث عنها في جوجل، وجدت الكثير منها، ثم بدأت بتحميلها، ولكن هذه المرة كان ويندوز 10، لأنه فيه مضاد فيروسات مدمج يقوم بمنع تحميل هذه الأدوات، وحتى لو حملت عند فتحها لا يمكن فتحها. فقلت ربما هي فعلا خطيرة عليهم، ولكن بعد مدة، بعد يومين أو ثلاثة أيام، عدت مرة أخرى، ولكن هذه المرة قمت بتعطيل مضاد الفيروسات، وهذا الخطأ الثاني. بمجرد تعطيل مضاد الفيروسات في ويندوز 10 يمكنني تحميل هذه الأدوات. قمت بتحميل الأداة الأولى، أداة الثانية، أداة الثالثة، أداة الرابعة، وبدأت بها التجريب وكلها لا تعمل. جربت حوالي 10 أو أكثر، ورغم ذلك لم تفلح أي منها في تفعيل الويندوز. فلاحظت أن بعضها يبدأ شيء ما بالدوران، كأنه بعض الملفات يتم تحميلها وبدون أن أشاهده. ثم وقفت العملية وقمت بتفعيل المضاد للفيروسات وانتهى الأمر، لا يمكنني تفعيله ببساطة. في ذلك اليوم بدأت بالشعور أن الحاسوب بطيء جدا، بدأ يزيد بطئه. ثم لاحظت أن في ويندوز 10 في كروم، جوجل كروم، متصفح جوجل كروم، عند فتح نيو تايب، صفحة جديدة، يقوم بفتح مواقع مباشرة، ومواقع مختلفة وليس موقع واحد. الآن أصبح لدي مشكل تاني، وهو القضاء على هذه المشكلة. بدأت البحث عليها مرة أخرى وجربت الحلول، لم تنفع كلها. ثم بدأت يصلني بعض الإيميلات أو بعض الرسائل، في الفيسبوك أنه تم قبول كذا، تم قبول إعلانك، لا أعلم، مثل هذه الرسائل. وفي نفس الوقت تم تسجيل دخول غير مصرح به إلى حسابي من أدرس آي بي مجهول. هنا علمت أنه ربما يحاولون الدخول إلى حسابي، أو تم الدخول فعلا. فما كان علي الآن إلا، فبدأت بتفقد المشكلة. مثلا هنا في فيسبوك تم وضع إعلان، يعني قام بالدخول إلى الفيسبوك الخاص بي وإلى الحساب بيزنس، الحساب التجاري، ووضع إعلان، وهذا الإعلان يستنفد $350 يوميا الميزانية. هذا الإعلان لا يمكنني الآن حذفه ولا التصرف فيه، وبسببه الآن الحساب متوقف كما تشاهدون هنا في الأعلى. صلاحية وصولك إلى الإعلانات مقيدة، غير مسموح لحساب نشاط تجاري بالإعلان الخاص بي. فهذا مشكل كذلك. ثم فجأة كنت أتابع بعض الفيديوهات في اليوتيوب، وفجأة ظهرت لي نافذة أنه يجب عليك اختيار قناة كعلامة تجارية. بدأت بالبحث على قناة نسيم ديزاد، وهذه قناة المسروقة، فلم أجدها، واخترت قناة أخرى. بعد اختيار قناة أخرى بدأت في البحث في حسابي
على القنوات ولم أجد هذه القناة. هنا علمت أن القناة تم سرقتها، فمباشرة ذهبت إلى الرابط الخاص بها والذي ينتهي بنسيم ديزل، فوجدت القناة موجودة ولكن لا يمكنني التحكم فيها. فهنا علمت أنه تم الآن وأنا أشاهد تم سرقتها وتحويله إلى حساب آخر. فمباشرة ماذا فعلت؟ أول شيء سأقوم بتعديل أو تغيير كلمات السر، وبما أن الحاسوب مخترق فإذا قمت بتعديلها فيمكنه اكتشافها. فماذا فعلت؟ مباشرة عمل فورمات للحاسوب، لأني في أي لحظة يمكن عمل فورمات ملفاتي وكلها موجودة في بارتيشن آخر. مباشرة عمل فورمات، مسح كل شيء، وفي نفس الوقت أقوم بتغيير كلمات السر للإيميلات الحسابات عبر الموبايل. في بعد حوالي 20 دقيقة قمت بعمل انستال ويندوز 10 جديد ووضعت فيه كل ما أحتاج، ثم بدأت بالدخول إلى حسابي وبكلمات سر أخرى جديدة. الآن وصلت إلى مرحلة كيف سأحل هذا المشكل. ثم تذكرت أنه شاهدت الكثير من الفيديوهات لسرقة القنوات وتحويل القنوات وضياع القنوات، وهناك من ينصح احذروا، قم بحماية نفسك بكذا. رغم ذلك تلك المشاهدات إلا أني لم أحفظ شيء منها، فما كان علي إلا العودة إلى اليوتيوب والبحث من جديد، سرقة القنوات، استعادة القنوات ومشاهدة تلك القنوات الفيديوهات الكثيرة، حوالي 20 فيديو. فبدأت أستوعب وأتعلم طرق استرجاعها والحماية وكذا. لحسن حظي أنا كان الحساب جيميل وحساب جوجل يمكنني الدخول إليه، وقمت بتغيير كلمة سر ولكن القناة سرق. فما كان علي إلى أفضل حل دون اللجوء مثلا اللجوء إلى بعض الأشخاص يدعون أنهم يقومون باسترجاعها وكذا. نعم يقومون باسترجاعها، ولكن عملهم يمكن تطبيقه بسهولة. يمكنك فعلها بالذهاب إلى هذا الموقع sipor.google.com ثم يوتيوب، هذا وتجدونها تحت الفيديو. هذه الواجهة، في الأسفل يمكنك اختيار اللغة، توجد لغة إنجليزية، لغة إنجليزية عربية لهذه الواجهة فقط. ولكن عند الذهاب إلى كوميونيتي من هذا المكان توجد فقط هذه اللغات، 6 لغات فقط، من الإنجليزية والفرنسية. ولكن إن كتبت أنت مشكلتك باللغة العربية فسيتم تحويلها إلى المنتدى العربي. هنا في الأسفل تجد كلمة Ask Now، كما قلت تدخل من هنا كوميونيتي ثم Ask Now، اسأل الآن. فهنا تبدأ بكتابة مشكلتك. أول شيء كذلك إن كان يمكنك الدخول إلى حسابك فيمكن استخدام حسابك لكتابة هذا المنشور، وإن كان لم يكن لديك حساب فعليك بفتح حساب جديد برقم هاتف جديد بإيميل جديد، لأنك فعلا ستحتاجه. حتى لو تم استرجاع قناتك سيتم إرسالها إلى الحساب الجديد وليس القديم. أوكي. فهنا ماذا ستكتب؟ كيف ستكتب مشكلتك؟ لا تعلم ماذا ستقول، فما عليك إلى العودة إلى هنا إلى المنتدى وتكتب سارقة قناتي. هذا ما فعلت صراحة. فستجد الكثير من المنشورات بنفس المشكل، سرقة قناتي، تم سرقة قناتي، أريد استرجاع قناتي، الكثير، مشكل يوميا تجد هذه المشاكل. فما عليك إلى الدخول إلى المنشورات والاطلاع على مشكل أصحابها وماذا كتبوا، تقرأ الكثير، تقرأ كيف تم الرد عليهم، فربما ستأخذ فكرة ما ستكتبه الآن في منشورك، لأنك يجب أن تكتب منشور جيد وتشرح فيه مشكلتك. هي بسيطة، سمى سرقة قناتي واسمها كذا وأريد استرجاعها، هذا أبسط شيء. مثلا هنا كتبت ثم continue، تكتب الكثير continue. هنا اختار نوع المشكل،
نوع المشكل هو your YouTube account، هذا هو. ثم platform web أو Android. I am a the owner، a viewer، creator. ثم continue، وهنا تكتب المشكلة الخاصة بك. انتهى. هنا subscribe to update، هنا تقوم بحذف هذا الخيار، يتم الرد عليك بسرعة، لأني أنا شخصيا قمت باختيار هذا الخيار، وتم تأخير الرد عليه مدة أسبوع، وفي الأخير قاموا بشرح لي لماذا. هنا تقوم بنزع هذا الخيار، ثم تثبت أنك لست روبوت، بوست، انتهى الأمر، تم نشر مشكلتك. سأعود إلى منشوري، تجد هنا My Profile، هنا هذا هو مناشيري My Post، هنا هذا المنشور الخاص بي، وهنا منشور لشخص آخر شاركت فيه لأنه لديه نفس مشكلتي. نشاهد منشوري، هذا هو المنشور، ماذا كتبت فيه؟ وكم تشاهدون تم سرقتها حوالي في 20 جانفي 2020. ماذا كتبت؟ تم سرقة قناتي وتغيير مالكها، منذ 3 أيام تم سرقة قناتي من حسابي والجيميل موجود، ماذا أفعل؟ أدخل إلى حسابي ولا أجد القناة الرئيسية القديمة، القناة تم نقلها لحساب علامة تجارية آخر، تم سرقة القناة من مكان في أوزبكستان، لأني بعد ما قمت بتفقد تلك الإيميلات أن هناك من دخل حسابك من مكان آخر، وجدت آي بي، تتبعت تلك الاي بي، ذلك الاي بي، فظهرت اوزباكستان، ربما كان استخدم الاي بي فقط عبر البروكسي او الفي بي ان، لانه تم دخول غير مصرح من هذا البلد لقناتي، وفعلا عندما كان في قناتي وفي حسابي قام بتغيير لغه الجيميل، وكنت اراقب، فجأة شاهدت أن لغة الجيميل قلبت إلى اللغة الإنجليزية، ثم قمت بعمل فورمات في تلك اللحظة. فكما تشاهدون هذا الرابط، وضعت الرابط والرابط الأصلي، وتم في يومين تم تغييرها إلى فاندي، تغير اسمها والصورة المصغرة وكذا، يعني بدأت تحكم فيها. كما قلت أنه بعد 3 أيام كنت أتابع وشاهدت أنه كثيرون، بعضهم كان لديهم نفس المشكل ووضعوا المشكل وتم الرد عليهم في نفس اليوم، وأنا 3 أيام لم يرد علي أي أحد، فوضعت تعليق آخر نوعا ما احتجاج في مشاركات الآخرين، ووضعت أن رابط المشاركة هذا، أنه لماذا لا تردون علي، هل ماذا يعني هذا تردون علي وهذا لا، وأنا لم أكن أعلم أن تلك الخطوة التي بينتها في الأول قمت بتفعيلها. فذلك التعليق قمت بحذفه، فبدأت ترد علي هذه أسماء، وهي التي ساعدتني في استرجاعها، وهي مغربية ولديها خبرة كبيرة في اليوتيوب وفي هذا المجال، لديها قناة تشرح كذلك في مشاكل اليوتيوب. قامت بالرد علي، مرحبا، يتم الرد بناء على ما نستطيع الوصول إليه أثناء وقتنا الخاص، ولسنا موظفين لكي نرد بضغط من صناع المحتوى، لهذا لم تحصل على رد، فمعناه لم نصل بعد لمشكلتك ولمنشورك. ثم قبل رفع قضيتك لفريق اليوتيوب، متى تم اختراق قناتي؟ هذا هو السؤال الأول. مباشرة ترددت، تم سرقتها بين 2 و3 ليلا، كنت فاتح اليوتيوب وفجأة طلب مني اليوتيوب اختيار قناة علامة تجارية، فلاحظت غياب قناة نسيم ديزا. ثم مر يومين لا شيء، كتبت هل من جديد فيما يخص قناتي المسروقة في نفس المنشور. ثم بعد 4 أيام، يعني رد يتم 4 أيام، أسبوع، ربما شهر، ثم 4 أيام، إن لم تحصل على رد فمعناه أنه لم يتم تأكيد الإجراء سواء من ناحية التصعيد المشكل، أو من ناحية مشاركة طلبك الآن تم تصعيده لفريق اليوتيوب. أي تحديث أو شيء أو جديد توصلت به سأشاركك إياه عبر هذا المنشور.
ثم في منشور تدخل شخص آخر وكتب: أنا ما زلت أنتظر الرد بشأن سرقة قناتي في اليوتيوب ونقل الملكية. هنا ردت عليه: أكيد لا يجب عليك وضع تعليقات في مناشير لأشخاص آخرين، أنشئ موضوع جديد لأننا نراجع المنشورات الخاصة بأصحابها ولا يمكن مراجعة التعليقات. ثم هذا آخر رد عليه كان في 2، ثم حتى إلى 16. في تلك الأيام كنت أراقب قناتي، ثم بدأت أشاهد أن تلك القناة تضع بعض الفيديوهات والأفلام وغيرها، وبالتالي تم حذف القناة. هنا قال، هنا كتبت: هذا حال القناة الآن. رسالة متعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه أو الممارسات الخادعة أو يوتيوب، تم إنهاء الحساب بسبب انتهاك متعدد أو خطيرة لسياسة المحتوى. ثم تم الرد بعد سنشاهد في نفس اليوم: شكرا على المعلومات، تم مشاركتها مع الفريق. هناك حالات اختراق مشابهة، إذا تم تأكيد عملية اختراق من فريق اليوتيوب بكل تأكيد يستطيعون استرجاعها، وبهذا لا أستطيع أن أخبرك بأي شيء بشأن قضيتك بحيث لم نحصل بعد على تحديد من الفريق. ثم بعد كذلك مر منذ 16 فبراير إلى 16 مارس، يعني بعد الشهر كامل. هنا يأتي الرد: تم تأكيد عملية اختراق قناتك من طرف يوتيوب والقناة الخاصة بك بالعلامة التجارية الخاصة بالسرق واسترجاعها، يرجع اتباع الخطوات التالية. هنا أعطوني بعض الخطوات لاتباعها: استرداد الجيميل، هو الجيميل كنت أتحكم فيه، ولكن رغم ذلك يجب اتباع هذه الخطوات. تم تعطيل حسابك جيميل من طرف فريق جوجل، وذلك لأسباب حماية حسابك واسترجاعها، يرجى اتباع التالي: ركوفر وكذا، يرجى مشاركة صورة شاشة لآخر صورة، هذه لم أرسلها لأن أرسلتها متأخر. ثم استرداد القناة، كل ما عليك هو إنشاء جيميل جديد، وهذا تطرقت إليه في الأول، قلت أول شيء إنشاء جيميل جديد لأنك ستحتاجه. هنا قمت بإنشاء جيميل جديد وهو الآن الذي أعمل عليه، هذا هو وفيها القناة. ثم تتبع وتنشئ قناة فيه وتكتب القناة في منشور: قمت بإنشاء حساب جديد وقناة جديدة، هذا ورابطها، أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، وانتهى. مباشرة تم الرد: تم إرسال رابط الجديد للفريق، يرجى محاولة استرداد حسابك جوجل من خلال الخطوات المدرجة بهذا الرابط. فقمت بالضغط عليه واسترجع الحساب مرة أخرى. إلى أن وصلت إلى هذه الصفحة قمت بأخذ صورة لها وإرسالها هنا في التعليق. ثم بعد يوم: بمعنى استطعت الولوج لحسابك جيميل بنجاح، تحياتي. نعم. بعد يوم قمت بالرد: نعم، أدخل وأستخدم كل خدمات جوجل منه بشكل عادي، منها قنوات أخرى فعلا. ثم بعد 4 أيام توصلت بتحديث من فريق يوتيوب وهم يحتاجون المعلومات التالية، هذه المعلومات يجب أن أوفرها، منها: ما هو محتوى القناة؟ عادي، في الأسفل تشاهدون. قمت بالرد: بالنسبة لمحتوى القناة، محتوى تقني، متى تم إنشاؤها؟ في 2007 في اليوم كذا. ما هي الدولات التي تسجل من خلالها؟ الجزائر فقط. هل لاحظت مؤخرا تسجيل الدخول؟ نعم، فقط هذا الذي دخل من أوزباكستان. هل قدمت إمكاني الدخول لقناة لحسابات جيميل أخرى؟ لا، لم أعطي أي تصريح لأي كان بالدخول، وشكرا. هنا تم الرد: شكرا على معلوماتك، تم تمريرها لفريق يوتيوب، سأبلغك بأي تحديث فور ما أتوصل به. ثم بعد من 23 إلى 5 أبريل، يعني بعد مرور حوالي 12 يوم، أسبوعين، لقد حصلت على تحديد من فريق يوتيوب، تم تحويل قناتك لحسابك، ولكن القناة تم تعليقها نتيجة الفيديوهات المخالفة، لأنه السارق قد قام بوضع الأمور مخالفة فيها.
ثم رددت أنا مرحبا شكرا لمجهودك التي تبذلونه، دخلت إلى حساب القديم بوجه القناة بعد أما في الحساب الجديد تضرب لي هذه الرسالة وانتهى الأمر. ثم بعد يوم شكرا جزيلا تحديد، نعم الفريق على علم بذلك وشغال على الموضوع، نأمل سماع تحديثات في أقرب وقت. ثم بعد حوالي 4 أيام كما قلت لكم، يعني دائما 4 أيام أسبوع حتى شهر، 4 أيام الآن تم استرجاع. مبروك عليك استرجاع القناة بعد تعليقها، يرجى برجاء تبليغي ما إن استطعت ربط قناتك بحساب أدسنس. هنا قمت بالرد. قبل كل شيء أود شكرك على مجهودك وعملك المحترف، بارك الله فيك وفي عملك. هل يمكنني تحويل قناتي إلى حساب القديم الآن؟ هذه بعض الأسئلة. لم أجرب من قبل ربط حساب أدسنس بقناة أخرى. ثم تعقيب في نفس الوقت، عند الدخول إلى حسابي ماذا وجدت؟ وجدت أن أدسنس القناة مربوطة بالأدسنس السارق، ما زالت موجودة، فإذا كل المداخل ربما تذهب إلى السارق. بما أني تفطنت قمت بتغيير ذلك إلى حسابي. ثم بعد في نفس اليوم، شكرا على كلماتك الطيبة وألف مبروك مرة أخرى، أنصحك بعدم استرجاعها. بالنسبة لأدسنس يفضل تغيير الحساب، قمت بعملية التغيير برجاء التأكد من معرف أدسنس. هذه نصائح. مرحبا، كل شيء مضبوط، فقط حساب العلامة التجارية القديم تم حذفه، ومعه تم حذف سجل المشاهدة والتعليقات وصور الحساب. إذن هنا هذه خطوة مهمة، إن كنت يمكنك الوصول إلى حسابك في جيميل بعد سرقة القناة فذلك الحساب من الأفضل أن تقوم بعمل له إكسبورت، فهي ميزة إكسبورت لكل محتوياتي من تعليقات وصور وأمور كثيرة. فهذه الخطوة أنا قمت بعملها ووصلني تبليغ في الجيميل، لأني كل خطوة أقوم بعملها يوصل تبليغ. وعند عمل تحميل لذلك المحتوى توقفت، قلت لا يوم، قمت الآن باسترجاعها. ولكن عند استرجاع القناة تم تعطيل الحساب وحذف كل شيء فيه، فقمت بمراسلتها على أمل استرجاع مثلا التعليقات، لأن تلك التعليقات كنت أعلق في فيديوهات آخرين، وهناك تعليق ورد تعليقات وبعض الروابط كنت أحتاجها لأعود إليها فلم أجدها. هنا لم تفهم ما أقصد، فكتبت قمت بأخذ صورة للمكان، هنا أرشيف التعليقات وأرشيف البحث وغيرها، نشاط القناة في السابق مثل التعليق على فيديوهات قنوات أخرى كان يحفظ في حساب العلامة التجارية. هنا طلبت مني مراجعة هذا المنشور وقراءته جيدا، لا يمكن استرجاعه، ومن أفضل البداية من جديد من قناة استرجعت. هنا توقف كل شيء وانتهى الأمر وتم استرجاع القناة، وشكرا جزيلا لأسماء المغربية. هذه هي قصتي لاسترجاع القناة. نصيحتي أنه فإن كانت قناتك خاصة بك تأكد أنه سيتم استرجاعها حتى بعد 2 أو 3 أشهر، لكن فقط سيقل التفاعل فيها وسيقل حتى المشتركين فيها وأمور سلبية كثيرة. هذه طريقة سرقة قناتي، فهناك طرق أخرى أنصح بتجنبها، مثلا في الروابط التي تصل في إيميلات وحتى في دردشات، هناك من يدعي أنه ربما فتاة وكذا شاهد صورتي في هذا الرابط، وتدخل إلى ذلك الرابط فربما فيه فيروس، وربما ذلك الرابط يعرض لك النسخة أو نسخة الموقع مثل فيسبوك أو واجهة الدخول إلى حسابك في جيميل مشابهة، فتظن أنك جيميل، تقوم بوضع الإيميلك وكلمة سر، ثم كأنك أرسلت المعلومات إلى شخص يريد قرصنتك. فتجنب دائما، تأكد من الروابط، لأن تلك الروابط هي خاصة هنا HTTPS مهمة جدا، وروابط الموقع إن كان باي بال أو كان فيسبوك
تأكد أنه مكتوب بشكل جيد وصحيح، ولا توجد إضافات لا من الشمال ولا من اليمين. هذا النصيحة. أتمنى في الأخير أن يفيد هذا الشرح الكثيرين. تجدون رابط هذا المنشور في الأسفل، يمكنك إعادة قراءته وتأكد من أي خطوة ربما تحتاجها. في الأخير يمكنك مساعدة القناة، مساعدتي في نشر قناة لأنها تقريبا ميتة، لا يوجد تفاعل ولا شيء. فأهم شيء كذلك عند الدخول إلى أي فيديو، مثلا في أي فيديو تجد رابط هنا شير ومشاركة، تجد شيء جديد هنا اكتبه، تجد هذه الخانة الجديدة create post، تقوم بالضغط عليها. فإن كان لديك قناة فيمكنك مشاركة هذا الفيديو ليستفيد منه الكثيرون، لما لا، في المنتدى الخاص بقناتك بهذه الطريقة: share ثم create post، وهنا تكتب تعليق جميل ثم بوست. فأتمنى من لديه قناة أن يقوم بهذه الخطوة ليستفيد الجميع. لا تنسى الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، شكرا للمتابعة، سلام.